هل يجوز لأحد من المسؤولين أن يمنع أحدا من الخطابة والوعظ في المساجد؟ تحدث الماوردي المتوفى سنة 450 هجرية في كتابه الأحكام السلطانية، تحدث عن أهمية التدريس والفتوى بالمساجد، ذاكرا حديثا مرسلا رواه الدارمي: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. وقال: إن المساجد نوعان، مساجد سلطانية ومساجد عامية أي أهلية، فالأولى رسمية يرعاها السلطان ولا يجوز أن يؤم الصلاة فيها ولا يعظ إلا من عينه من أهل الخبرة حتى لو كان غيره أعلم منه، لأن من عينه ولي الأمر نائب عنه فلا يفتات عليه غيره في ولايته. أما المساجد الأهلية التي لم يعين فيها السلطان إماما فلمن هو أهل للإمامة الوعظ أن يؤم ويعظ بدون إذن منه إذا رضي أهل المسجد به، اللهم إلا إذا كان المسجد كبيرا وهاما فلا بد من الإذن في ذلك. وذكر الماوردي أن حلقات الدرس في المساجد إن حصل فيها خلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد فلا يعترض عليها، أما في غير ذلك فللسلطان منع من يريد فرض رأيه بعد بيان الحق فيه له. من هذا نرى أن حرية الرأي مكفولة فيما يسوغ فيه الاجتهاد ممن هم أهل له، وأن لولي الأمر رقابة على المساجد الحكومية والأهلية، وله أن يمنع منها ما يثير فتنة محافظة على وحدة الصف وعدم تفرق الجماعة، وأن إمام المسجد هو المسؤول عن ذلك، والله أعلم.